واش اخوتي الفتيسيه، انا جيت عاوتاني وما غبرتش عاوتاني، دونك راني مازال عند الوعد ديالي، ما كاينش الخبور وما كاين حتى التبلبيل. وكيف ما عودتكم اخوتي، ديما التنوع، ما كاينش المال على صاحبي، ما كاينش، ديما التنوع. وانا جبت لكم عاوتاني الفقره ديال كيفاش حتى وليت فتايشي، كيفاش توليت كنبغي الرجيلات، واش غي جيتو لصق في هذا الفانتازم هذا. غنجيبو قصص ديال الدراري اللي عاقلين على راسهم كيفاش تاركب فيهم هاد الفونتازم هذا، حيت بزاف البلي بار فينا ما عقلش كيفاش تلصق في هاد الفونتازم، غا ما كبر ولقى راسو تلف مع الكرعين ديال البنات. دونك بلا ما نكثر عليكم، ارى ليا او ثاني شي بديه زوونه. اوفين، كيف قلت لكم الدراري، بزاف ديال الدراري ما عاقلينش كيفاش تلقاو راسهم كيبغيو الرجلين، كيفاش تا كيتاثيروا لواحد العضو اللي في شكل صاحبي رجلين خصوصين، غا باش تمشى بنادم تلقينا حنايا راسنا مزعوطين فيهم، راه ما يمكنش صاحبي، شنو التفسير ديال هذا الشيء هذا؟ ولكن عاوتاني كاينين بزاف ديال الدراري اللي عاقلين على راسهم كيفاش تلصق فيهم هذا الفونتازم هذا، اللي ضروري ما كيجيش وكيلصق غا طبيعيا هكاك وصافي وارتو مشي جدك 14 ولا شي حاجه، لا ضروري كاين واحد العوامل اللي كتساهم فهاد الفونتازم هاد باش انك تولي تبغي. يلا اكتب اخويا بالسيل احمر، فما هي هذه العوامل التي ادت الى انك تحب هذه الاقدام؟ وخونا حميد الفتيشي ديال هاد الحلقه هادي غادي يعاود لينا كيفاش تلصق في هاد الفونتازم هادا اللي عاقل بيان سير بلي ديطاي كاملين وكاملين. خونا تيعقل على الماضي ديالو من داك النوع اللي كيعقلوا على لي ديطاي الصغيورين في الماضي ديال كيفاش داوز واحد النار في 1997، راه ما يمكنش اصاحبي. وكاينين هاد الناس هادو كثار وكثار بزاف اللي تيكون عندهم هوس بالماضي، تيكونوا عايشين في الماضي وناسيين الحاضر ديالو. اخونا من هاد النوع هذا اللي كيقول بان الماضي ديالو كيعجبو وكيعقل على لي ديطاي الصغيورين منين كان صغيور وقبل ما يلصق فيه هاد الفونتازم هذا، حيت قال بان الفونتازم لصق فيه وهو في عمرو 6 سنين تقريبا بحال هكاك. خونا تيقول بانه كان عايش مع الحريم بزاف، كيفاش هاد البلان هذا؟ ماشي خواتاته ولا شي بلان، غير كانت عايش في دار ديال جداته، وجداته هادي كانوا عندها البنات بزاف يعني العمات وداكشي، وكانوا كيجيو العطله الكبيره كيتجمعوا في الدار وكيكثروا البنات بزاف 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 بزاف، لا العمام لا العمات كلشي كيجيب بناته وكيجيو للدار وتيجلس 3 شهور 4 شهور ديال العطله. وراك عارف خونا فاش كيكون مربي وسط الحريم راه عنده الزهر اللي ما خرجش الوان. خونا تيعقل على انه كان فاش كيجيو هذوك البنيتات الصغيورين ديال بنات عمته وداك الشيء كانوا كيلعبوا بزاف وكيعمروا بعضياتهم كيبقاو عاطين اللعب النهار كامل، وكان تيعقل بانه هو اللي كان صغير بزاف، وهاد بنات عمته راه كاينه اللي واصله 10 سنين، كاينه اللي واصله 12 عام، يعني بالنسبه ليه هو فداك لاج المهمه كتلعب معاه وصافي. كانوا تينوهو في الالعاب البوليس الشفاره العروسه العريس ودوك الاتواش، وكان تيجيهم الملل بزاف حتى لواحد الوقيته اللي كانوا كيديروا شويه ديال السكوفاح مره مره. كيفاش هاد البلان هذا؟ ترى كانوا كيتشوفوا لبعضياتهم اللعيبات ديالهم، البنت كتوري السلطان ديالها والدري تيوري الميمي ديالو. وتصبحون على خير. الملل اخويا ضروري من التنوع. خونا تيعقل في هذيك الوقيته على ان واحد بنت عمته اللي كانت في عمرها ديك الساعات ما بين 10 سنين و 12 عام كانت تعجبها انها تشوف لي اصبع الكرش ديالو، كانت كتقول ليه بغيت نشوفه كيفاش داير، وكانت يوريه ليها. والغريب في الامر ان اختنا كانت كتقيسو ليه بالرجيلات ديالها. ابن عمي كانت كتحل الصبع الكبير ديالها والصبع اللي حداه وكديرو بيناتهم وكتبقى تقيسو بحال هكاك. وخونا كان كيتصيفط تيكون عايش في كوكب زحل في هذيك الوقيته، كان كينفرد هو وياها بزاف وكيديروها بزاف ديال المرات، وكان كيعجبو الحال وكان تيوصل لواحد النشوه راه ما يمكنش صاحبي. وتطورات به الحاله انه كان كيشم ليها الرجلين ديالها كيبقى يشمهم، وكان كيتاثيرا فاش كتكون الريحه فيهم وتيكونوا شويه خانزين. بقات هي وهي على هذاك الحال كل مره تيديروا هذا البلان هذا في ديك العطله. صافي وصلت وقيتها ديالها باش غتمشي، خونا لقى راسو بانه لاصق الفونتازم ديالها بصح. وتطورت به القضيه انه ولا تيمشي يشد الصبابط ديال شي عمته ولا شي خالته ولا شي لعيبه بحال هكا وتيبدا يشمهم،
وبقات غاديه فيه وكتكبر بحالك باش تكون عندك 6 سنين وتعقل على هاد لي ديطاي هادو. راه شي حاجه اللي واعره واعره بزاف وما غنكذبوش بيان سير، حيت حتى انايا فتيشي خوكم عاقل على لي ديطاي ديالي وانا صغير مع هاد الفونتازم هذا. صافي خونا لصق فيه الفونتازم ديالو بالصح، كبر معاه، وصل لليسي، وصل لاي بلان، لقى بان الفونتازم لاصقو شويه ديال الحشمه ضروري، ولكن كاينين المحاولات وكاينين اللعيبات اللي دار فيهم هاد الفونتازم هذا وحيد منهم الكبش ديالو. وضروري هذه هي الحياه وهادشي اللي فرضات عليه الطبيعه، هكا لقى راسو صافي. يعني ضروري كيكون واحد العوامل كيخليو انه يلصق فيك اي فونتازم ولا اي عاده من الصغر. اما باش يكذب عليك شي واحد ويقول لك راه يلا لصق في هذا الفونتازم هذا العام الفايت ولا الشهر الفايت، فاكون اكيد انه اكبر طلاق السلوكيه دار عليك هي هذه. دونك اخوتي فتيشيه، نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه، وغنبقاو نديرو منها بزاف. واي واحد فيكم اخوتي عنده العقل كيفاش شد هذا الفونتازم هذا، على الباج فيسبوك غتلقاوها في الديسكريبسيون، صيفط ليا تما وقول ليا كيفاش درتي حتى عرفتي هذا الفونتازم هذا، وندوزو الحلقه ديالك هنا يستافدو معنا الدراري ويستمتعوا بها. يلا اخوتي، بقى لي نقول لكم ان شاء الله.